أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ورشتنا اليوم سوف نخصصها لعمل ذو طبيعة تعبيرية ابتكارية. العمل هو طبعة الحال يعود في أصوله إلى مدرسة فنية، ألا وهي المدرسة مدرسة الفن البصري، أو ما يطلق عليه اختصاراً أوبتيك آر، وهي طبعا الحال مدرسة فنية حديثة انبثقت من الفن التجريدي الهندسي، من الحركة التجريدية الهندسية. هذا الفن طبعا الحال بدأت البدايات بداياته في عشرينيات، ما بين عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وطبيعة الحال ظهر في مدرسة باوهاوس بألمانيا، ولم يعرف طبيعة الحال أو لم يفرض ذاته إلا في خمسينيات، في الخمسينيات من نفس القرن، يعني القرن الماضي. هذه المدرسة تعتمد أساسا على الحركة والإيقاع، الحركة والإيقاع، ويستعمل الخداع البصري والوهم أو الوهم البصري. طبيعة الحال يعتمد في إنجازه على عناصر تشكيلية أهمها الخط والشكل واللون، ويعتمد كذلك على مفاهيم تشكيلية مثل التضاد، تضاد مثلا اللوني أبيض أسود، ويعتمد كذلك على المفهوم الفارغ والمالي، الفارغ والمالي. إذا من أبرز رواد هذه المدرسة فيكتور فازاريني، وهو فنان فرنسي ذو أصل مجري، إذا ازداد سنة 1908 وتوفي سنة 1997. إذا هذه فقط نبذة عن المدرسة. الآن سوف نعرف بالأدوات التي سوف نحتاجها في ورشتنا هذه. إذا سوف نحتاج قلم الرصاص، أقلام لبات ب يعني أحجام مختلفة، من الأحسن أن تكون لدينا أحجاما مختلفة بالنسبة لأقلام اللبات. ثم سوف نحتاج مسطرة، وممكن أن نوظف كذلك يعني أدوات هندسية أخرى إن شئنا كالبيكار، كالمثلث إلى غير ذلك، على حسب طبيعة الاشتغال ديالنا. إذا لنمر إلى التطبيق. إذا على بركة الله سوف نحتاج إلى كذلك إلى سند أبيض. بداية سوف نقوم برسم المساحة التي سوف طبيعة الحال نشتغل بداخلها. إذا غادي ناخذ مثلا مساحة اللي هي مربعة الشكل. إذا السند ديالنا نعرف على أنه بقياس 32 سنتيمترا على 24 سنتيمتر. إذا سوف آخذ القياس، مثلا آخذ 6 سنتيمترات من الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ثم بعد ذلك أصل ما بين النقطتين بخط مستقيم، من الأحسن عدم الضغط على قلم الرصاص، لأن كاين هناك بعض الأجزاء من الخطوط سوف نستغني عنها. إذا على هذا الخط سوف آخذ مسافة سنتيمترين على اليمين واليسار. إذا سنتيمترين من اليمين وسنتيمترين بطبيعة الحال من اليسار، ثم أصل النقطتين بخط مستقيم، نفس الشيء
أسفل الورقة. إذن الآن حصلنا على إطار بقياس 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. إذن بعد ذلك سوف نمر لإنجاز واحدة مجموعة من الأشكال، وسوف يعني أقترح بالنسبة إلي سوف أشتغل على المربع. إذن قبل أن نشتغل على المربعات سوف أضع سمكا لهذا الإطار. إذن هذا السمك غادي يكون طبعا حل مختلف، إذن سوف أخذ من الأسفل سمك 1.5 عن اليمين واليسار 1 سنتيمتر، وفي الأعلى إذن عن اليمين واليسار 1 سنتيمتر، والأعلى سوف أخذ نصف فقط نصف سنتيمتر 0.5 سنتيمتر. إذن أمر إلى تطبيق هذه القياسات. إذن 1.5 ثم أربط ما بين النقطتين عن اليمين وعن اليسار 1 سنتيمتر فقط، ثم أربط هذه كل نقطتين متقابلتين مع بعضهما البعض، وفي الأعلى سوف أقوم بقياس فقط نصف سنتيمتر. إذن حصلنا على يعني مربع أو إطار بهوامش أو يعني بسمك مختلف. إذن عندنا 1.5 1.5 سنتيمتر عن اليمين وعن اليسار 1 سنتيمتر، وفي الأعلى نصف سنتيمتر. إذن سوف أرسم مربعات أخرى داخل هذا الإطار، ولكن واحد باستعمال واحد الهامش هامش ديال الإزاح إن صح تسميته. إذن غنجي هنا غندير 1 سنتيمتر هنا، ثم 1 سنتيمتر هنا، ثم كذلك 1 سنتيمتر، وأخيرا هنا 1 سنتيمتر، وسأحاول أن أربط بين هذه النقاط الأربعة. إذن سنلاحظ أن لدينا مربعا داخل هذا الإطار الذي رسمناه في البداية، مربعا ولكنه يعني مائلا شيئا ما. إذن السبب ديال الميلان هو أننا ربطنا ما بين هذه النقطة هذه وهذه النقطة، خدينا 1 سنتيمتر هنايا 1 سنتيمتر هنا، ربطنا هذه النقطة مع هذه النقطة، وهكذا دواليك وهكذا دواليك. إذن بهالطريقة هذه، ثم يعني كلما رسمنا إطارا جديد نطبق نفس السمك عليه، نطبق نفس السمك عليه. إذا غنجي هنا سوف آتي إلى هذا الضلع وأرسم خطا مستقيما يوازيه ويبعد عنه ب 1.5 سنتيمتر، ثم عن اليمين واليسار 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر، وفي الأعلى نصف سنتيمتر. ثم أرسم نقط الإزاحة مرة أخرى أو نقط التي سوف تعطيني شكلا مربعا داخل هذا المربع،
ولكن بطريقة مائلة أو بطريقة يعني غير متماثلة أو غير متوازية مع هذا الإطار هذا. إذن واحد سنتيمتر هنا، واحد سنتيمتر هنا، ثم أصل النقط ببعضها البعض، إذن كتلاحظوا كذلك عندنا واحد المربع، نلاحظ أن لدينا مربع آخر ولكن طريقة يعني مائلة نحو جهة اليسار، لا اليسار. إذن نتبع نفس الطريقة ونرسم إطارات داخل الإطار، إطار داخل الإطار، حتى نحصل على هذه النتيجة. إذن سوف نحصل على هذه النتيجة. إذن لدينا مجموعة من المربعات المتداخلة في ما بينها. ثم بعد ذلك عند الانتهاء من التخطيط بقلم رصاص سوف نمر إلى إعادة تخطيط هذه الأشكال باستعمال قلم اللبد الأسود، قلم اللبد الأسود. إذن سوف نشرع في هذه العملية. إذن عند استعمالنا لقلم اللبد أو عندما نشرع في التخطيط باستعمال قلم اللبد ينبغي أن نكون يعني حذرين، وينبغي أن نركز، أن يكون تركيزنا أو تركيزنا يعني عال في هذه العملية حتى لا نفسد العمل أو حتى لا نقوم بأخطاء في هذه العملية. إذن جميع الخطوط التي قمنا بخطها باستعمال قلم رصاص أو برسمها باستعمال قلم رصاص ينبغي إعادتها باستعمال قلم اللبد الأسود. إذن بهذا نكون قد أنهينا جميع الخطوط، قد أعدنا رسم الخطوط باستعمال قلم اللبد الأسود. الآن سوف نمر إلى المرحلة النهائية والختامية ألا وهي ملء المساحات. إذن سوف نعتمد على ملء مساحات معينة وترك أخرى فارغة. إذن في هذه العملية هذه ينبغي أن يزداد أو تزداد نسبة تركيزنا أكثر حتى لا نرتكب أخطاء، لأنني الآن وأنا أشتغل أحسست بأن العين ديالي لم تعد تركز بطريقة جيدة. إذن أنا أحاول أن أركز حتى لا أرتكب أخطاء، وكذلك أنتم. إذن سوف أختار مساحات معينة أو أحاول أنني نمشي بالتراتب، يعني بتناوب مساحة مملوءة ومساحة فارغة، مساحة مملوءة والمساحة التي طبعت حلت بها تكون فارغة. إذن نبدأ بهذه المساحة هذه. إذن أبدأ بتلوينها أو بملئها
باستعمال نفس القلم اللبات الأسود. فقط أذكر بأن التقنية أو تقنية التلوين باستعمال قلم اللبن الأسود ينبغي أن تكون كالتالي: استعمال خطوط متوازية متراصة لكي أحصل على تلوين اللي هو جيد وليست به يعني فيه ممكن أن يكون فيه يعني بعض يعني التفاوتات أو بعض يعني الاختلالات. ثم التلوين ديالي يكون يعني بهالطريقة هذه يكون تلوينا متجانسا. إذا هنا لو انتهت المساحة هذه سوف أنتقل إلى المساحة الموالية. إذا المساحة الموالية سوف أتركها فارغة وألون المساحة التي بعدها. إذا نخليها بيضاء، سوف نتركها بيضاء. بالنسبة لهذه سوف نملأها. ثم أسير على نفس المنوال مع التركيز لكي لا أرتكب أي خطأ. ثم المساحة التي تليها ثم هنا إذا كتلاحظوا العمل ديالنا بذكي بدأ يظهر شيئا فشيئا. إذا المساحة هنا فارغة مالئة فارغة مالئة إلى آخر المطاف. ثم أبدأ في هذا الجانب. إذن لاحظتوا بأننا الآن كدنا أن ننتهي، لا زال لنا فقط هذا الشريط هذا وهذا الشريط هذا باش يعني ننهي الاشتغال ديالنا. إذن سوف نحاول أن ننهي ما تبقى. إذن العملية ديال التلوين تتطلب منا يعني جهدان وتركيزان وكذلك صبرا حتى نحصل في النهاية على عمل هو متقون أو متقن وجميل.
لأن في بعض الأحيان ممكن أن نتجاوز الحدود ديال المساحات، فالأمر ليس بالمعيب، فممكن أننا ممكن أن نصحح هذه التجاوزات بإعادة تسطير أو بإعادة تخطيط حدود المساحة باستعمال دائما اللون أو قلم الأبد الأسود كما هو الأمر لدينا هنا هنا أو هنا. إذن سوف أعيد تحديد يعني حدود المساحة بإضافة واحد مليمتر أو مليمترين حتى تختفي تلك الشوائب أو تلك التجاوزات للقلم اللباد عن المساحة. إذن النتيجة ديالنا أصبحت كالتالي. إذن كما كتلاحظوا على أن لدينا مساحات، لدينا تضاد في اللون الأبيض ويعني الأسود، وطبعا الحال حينما ننظر إلى أو نشاهد الأعمال نحس بأن هناك حركة ما وارتجاجا ما داخل العمل. إذن لا بأس أن أحيلكم إلى اشتغال أو اشتغالات أخرى. إذا نشوف بعض الاشتغالات الأخرى، مثلا هذه الاشتغالات أنجزت على أسمدة يعني صغيرة الحجم كيف ما تلاحظوا. إذا هنا استعملنا كما تلاحظون استعملنا الخط المتموج. إذا العمل بني أساسا على استعمال تموجات أو خطوط اللي هي متموجة. هنا نفس الشيء، العمل بني كذلك على خطوط متموجة ولكنها متمركزة، بمعنى أن كلها تتجه إلى مركز ولدينا تقاطع ديال الدائرة مع هذه الخطوط اللي كيوقع في هذاك التبادل ما بين المساحات. إذا لاحظوا بأن الخط كيجي من هنا أسود وعندما يتقاطع مع الدائرة يتحول إلى البياض، والعكس صحيح بالنسبة للخط المجاور وهكذا دواليك. إذن لدينا هنا اشتغالات من هذا النوع كذلك. نعم، إذن هنا استعمال طبيعة الحال استعمال الخطوط طبيعة الحال الأفقية والعمودية، ولكن هذه الخطوط هذه فهي تتجه نحو المركز وأعطتنا إحساس بأن هناك عمق وامتداد في صفحة الورقة. إذن كنحسوا بأن هناك واحد العمق و يعني بعد. كذلك بالنسبة لهذا العمل هذا، إذن يعتمد على دوائر وخطوط عمودية تتقاطع مع الدوائر وتعطينا يعني بعض يعني التقاطعات. إذن بهذا نكون قد يعني وصلنا إلى نهاية الورشة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الاشتغال ومن هذه التقنية وأن تخوضوا تجربة، أتمنى أن تكون تجربة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.